عزيزي المشاهد، برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، تلميذ لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه، وبيدعوك أنك تكون له تلميذ. تلميذ مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة، لكن تلميذ معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح، تسمح له أنه هو يعيش فيك. وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة، مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعها، مجموعة من كنيستك، من المؤمنين اللي حواليك، تجتمعوا مع بعض، تسمعوا مع بعض، تصلوا مع بعض، تشجعوا بعض أنك تطبقوا الحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيكم. صلاتي أن ده يتحقق معاك. أمين. عزيزي المشاهد، أحبائي، أرحب بيكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح. أرحب بيكم وإحنا بنبحر معا في رحلة أتمنى لكل واحد فينا تكون رحلة جميلة لاستعادة سر السعادة الزوجية اللي الله صممها وصنعها في جنة عدن، واللي أفسدناها كبشر، لكن ربنا عايز يرجع تاني الهدية والعطية دي لكل زوجين موجودين على ظهر هذا الكون اللي بنعيش فيه. وزي ما اتفقنا في بداية الرحلة دي واحنا بنتكلم عن العلاقات بوجه عام، ان في مبادئ عامة للعلاقات الإنسانية، في مبادئ خاصة للعلاقات الزوجية، بالذات ان العلاقة الزوجية علاقة فريدة تختلف عن علاقة الأبوة والبنوة، تختلف عن علاقة الصداقة، تختلف عن علاقة الزمالة، تختلف عن أي علاقة إنسانية أخرى في الحياة. عشان كده خصص لها الكتاب جزء كبير جدا من الحديث، خصص لها سفر كامل، سفر نشيد الأنشاد، لناس كتير بتقول عليه سفر ده غريب قوي، وإيه علاقة دوت بالكتاب، وليه الكتاب المقدس يبقى فيه قصيدة شعرية وقصة حب بين حبيب وبين حبيبته؟ لأن ربنا مهتم بالعلاقة الأسرية، ربنا مهتم بالعيلة. العيلة هي الوحدة الأساسية لبناء المجتمع جوه الكنيسة وجوه العالم اللي بنعيش فيه. إذا الأسرة انهارت المجتمع بينهار، إذا الأسرة عاشت يبقى في أمل، يبقى في أمل إن الكنيسة تبقى بيت لله، ويبقى في أمل إن العالم اللي بنعيش فيه ده يبقى مكان آهل للسكان، مكان نعرف نعيش فيه كبني أدمين. وقلنا أنا بالرغم من القيمة الكبيرة جدا للعلاقة دي اللي هي أول علاقة وأعمق علاقة وأم كل علاقة، أن ناس كتيرة لم تعطيها لا الجهد ولا الوقت لفهمها. مستعد أسمع، الناس دلوقتي بتاعت مستعد تسمع، تحضر سيمينارات، تروح تحضر مؤتمرات للأسرة، تقرأ كتاب، بس لكن مش التأهيل. احنا قلنا الدراسة والايه؟ والتأهيل، إعادة تأهيل. احنا محتاجين إعادة تأهيل الأزواج ليكونوا أزواج، وإعادة تأهيل الزوجات ليكونوا زوجات. العلاقة دي فيها طرفين، ما ينفعش نبنيها من ناحية واحدة، صعب قوي، صعب قوي. دي شنطة ليها ودنين، لازم نشيلها من الناحيتين، لو شلناها من ناحية واحدة هيختل التوازن بتاعها. عشان كده في الدراسة بتاعتنا دي طلبنا ان اللي يجي مع مين؟ مع جوزه، يجي مع مراته، لازم يسمعوا هما الاثنين نفس الكلام، ومش كل واحد يقول لي ايه الكلام ليك ايه يا جار، ها؟ كل واحد ياخد الكلام لمين؟ لنفسه. يبقى عندنا امل، لو الكلام ليها ومش ليك باظت اللعبة، لو الكلام ليها ومش ليك، ليك ومش ليها باظت اللعبة. خلي بالكم من المبدأ البسيط دوت في رحلتنا الجميلة ديت. تكلمنا عن المقدمة، وبعدين تكلمنا عن قوانين الزواج، القانون الرئيسي للزواج اللي وضع في جنة عد، وتكلمنا عن الترك يعني الأولوية، وتكلمنا عن العهد اللي بيصنع الالتصاق، يلتصق بامرأتي يكون جسدا واحدا. تكلمنا عن العهد اللي مبني على الحب اللي بيصنع الوحدة الملكية المشتركة. واضح الحكاية دي؟ لغاية دلوقتي مش بتتخانقوا قوي معايا، نشكر ربنا ان احنا متفقين في الاساسيات، لسه في ناس عندها خناق، هندي فرصة للخناق. المبدأ الثالث او القانون الثالث في العلاقة الزوجية، الشفافية. نرجع لنفس الآية، الشفافية. بتقول ايه الآية بتاعتنا تكوين 2 24 و25؟
يترك الرجل أباه وأمه، دي الأولوية، بترك أي أولوية تانية في حياتي الإنسانية، ربنا يفضل أولوية. وبعدين المبدأ التاني، يلتصق بامرأتي عشان يبقوا إيه؟ عشان يبقوا واحد، مش يلتصقوا بس عشان الدنيا برد، لا لا لا، يلتصقوا عشان إيه؟ يبقوا واحد. وبعدين بيقول حاجة غريبة قوي، وكان كلاهما عريانين آدم وحواء وهما لا يخجلان. وبعدين بنشوف إن لما أخطأوا بقوا مكسوفين وعايزين يغطوا العري بتاعهم. ايه علاقة ده؟ ده ليه علاقة بالعالم الروحي وبالقضية، بقضية الخطية، لكن ايه علاقة ده بالزواج؟ ان اصلا الزواج الاتنين دول ما عندهمش حاجة يخبوها ايه؟ عن بعض، عريانين قدام بعض. يبقى اصلا اختراع الزواج اتنين ايه؟ عريانين قدام بعض، ما عندهمش حاجة يعمل إيه؟ يخبوها من بعض. واضحة الفكرة دي؟ جملة أرجوكوا نفتكرها كويس قوي، عريانين قدام بعض ما عندوش حاجة يخبوها من بعض، وما كانش في حد تاني عشان يبقوا مكسوفين منه، يعني كانوا هم لوحدهم فقادرين يبقوا إيه؟ مفروض يبقوا عريانين. إحنا بنبقى مع بعض ومش قادرين نبقى مكشوفين لبعض، يبقى في حاجات لازم أخبيها عنك ولازم حاجات تخبيها إيه؟ عني. لا، مش ده الاتفاق، مش ده الزواج في أصل تصميمه. أصل تصميم الزواج، وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان، ما عندهمش حاجة يكسفوا منها، ما عنديش حاجة أخبيها عنك لأن ما عنديش حاجة أتكسف منها معاك، ما عندكش حاجة تتكسف منها معايا. واضحة الفكرة ديت؟ جميلة قوي الحقيقة ديت بتاعة الشفافية. التصميم دوت ينطبق على العالم الروحي والنفسي والجسدي، فالشفافية دي لازم تكون في أبعادها التلاتة، زي ما إن الوحدة ديت اللي اتكلمنا عنها في اختيار شريك الحياة وحدة في الروح، أنا وهو قدام ربنا واحد، وحدة في النفس إننا شخص واحد، وحدة في الجسد إننا ممتلكاتنا المادية واحدة. الشفافية لازم تكون في نفس الصورة، في علاقتي الروحية بربنا أنا شفاف قدامك، أنت شايف العالم الروحي بتاعي، في نفسيتي أنا شفاف قدامك، أنت شايف مشاعري وشايف أحزاني وشايف أوجاعي وشايف أفراحي، مش كده؟ وعلى المستوى المادي أنا شفاف قدامك. طبعا بسمع قصص غريبة جدا، مش عارف ده بيحوش من ورا ده وده بيحوش من ورا ده وده عنده إيه من ورا ده، يعني حاجات كده يعني غريبة جدا عن مفهوم الزواج الأصيل اللي اتكلم عنه الكتاب. قدرتنا اننا نكشف مشاعرنا لبعض بقت مش سهله ابدا، اني اكشف جراحي بقت صعبه قوي، اني اكشف مخاوفي بقت صعبه قوي. ده جواز ايه ده؟ اذا كان اقرب شخص ليا انا مش قادر اكون معاه على طبيعتي، على طبيعتي كما انا، عايزه تشاف كما انا، عايزه تعرف كما انا، وعايز اعرفك كما انت. لو انت مش شفاف بالنسبه لي هعرفك على حياتك؟ لا. لو انا مش شفاف قدامك هتعرفني على حياتي؟ طب لو انا مش عارفك على حياتك وانت مش عارفني على حياتي، العلاقه اللي بيننا وبين بعض دي هتبقى علاقه ايه؟ مزيفه، مزيفه، مش حقيقيه. فكره الوحده ما اتحققتش لان الوحده معناها ان احنا بقينا ايه؟ واحد. سامحولي أول حتة شخصية هنا، يعني مش عايز أدخل علاقتي الزوجية كتير في هذا السيمينار، لكن يمكن بعض الحلقات الجاية مراتي هتكون معايا فنقدر في الإجابات تبقى المرأة بتجاوب مش بس أنا كرجل. واحدة من المشاعر الجميلة في الجواز إنك ما تشعرش إن شريك حياتك ده شخص تاني، إن يبقى جواك فعلا إحساسك إن هو أنت وإنت هو، إنه مش حد تاني. كل الناس التانية وتتعامل معاهم انت شايف ان ده ايه؟ حد تاني. وانا بتعامل فؤاد حد تاني، وانا بتعامل مع ميسة حد تاني، بس وانا بتعامل مع ايمان دي جوايا، ده انا جواها، دي مش حد تاني. ده جمال الجواز، ده الحاجة اللي فيه المميزة عن اي حاجة تانية، في اي حاجة تانية ابني شخص اخر. واللي بيحقق الجزء دوت الى بعد كبير جدا الشفافية اللي بيتكلم عنه الكتاب. ايه اللي بيحرمنا من الشفافية؟
طبعا قبل ما اقول الحكاية دي اقول طبعا الشفافية ان ما يخصني يكون معروف لديك مش ما يخص الايه الاخرين. يعني احيانا حد يجي يحكي معايا مثلا عن مشكلته وبعدين ممكن تيجي مراتي تقول لي ايه الموضوع فده ما يخصنيش مش كده ده ما يخصنيش. اذا شخص قال لي انا احبك تشارك مراتك لان انا احب اسمع رايكم انتوا الاثنين يبقى لازم اشاركها مظبوط. لكن لو واحد قال لي سامع انا عايز احكي لك مش عايز تحكي لحد حتى شريك حياتك. لو انا عرفت خبر عن شخص خبر مش كويس هل ده لان انا ومراتي العلاقه اللي بيننا شفاف ده معناه يعطيني الحق اني اشاركها اخبار الاخرين؟ لا. خلي بالكم فالشفافيه هنا ما يخصني وليس ما يخص الايه الاخرين، الا لو الاخرين اعطوني الحق دوت ان انا اشارك ما اعرفه عن الاخرين. الشفافيه الهدف بتاعها ان تجعلني مكشوف معروف في اعماقي للاخر. مش مجرد انا شايف وشك، انا شايف قلبك، انا شايف نفسك، انا شايف اللي بيحصل ايه جواك، عشان يبقى العلاقه اللي بيننا وبين بعض دي علاقه عميقه. لو ما فيش شفافيه ايه اللي هيحصل للعلاقه دي؟ يبقى عندنا حواجز بيننا وبين بعض. يعني ايه شفافيه؟ يعني الازاز اللي بيني وبينك ماله شفاف. لو الازاز اللي بيني وبينك دوت ما بقاش شفاف يبقى بيني وبينك بقى فيه ايه؟ حاجز. لو بقت حيطه او بقى ازاز بس متوسخ دهنادوكو. هو ازاز بخبط عليه ازاز مش حيطه، بس انا مش شايفك ولا انت ايه شايفني. العلاقه اتشرخت لان ابتدى يبقى في حواجز بيني وبينك، ابتدت تبقى غريب عني زي ما بقى الباقيين غرباء ايه عني. ده مش الجواز، ده مش الجواز. ايه الحاجه اللي في جنه عدن اللي خلتهم يحس انهم عريانين وابتدوا يضغطوا من بعض ويبقوا مكسوفين من عريهم؟ ما كانش مكسوفين من ايه؟ ما فيش حد يعني هو مش الاسد لما بيعدي ولا بتاع ما يجراش حاجه صح؟ يعني ما فيهاش حاجه خالص. يعني ايه اللي خلاهم فجاه يحصل معاهم الحاجتين المهمين دول؟ هنتكلم عنهم، الخوف والخزي. الخوف والخزي هنتكلم عن الحاجتين دول مهمين قوي 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 قوي. الخطيه هي اللي بتخلينا نتغطى. الخطيه هي اللي بتخليني ايه اتغطى، بتخليني استخبى من الناس حتى من شريك ايه حياتي. هي اللي بتخليني اتكسف من التاني، هي اللي بتخليني عندي شيم عار مش قادر اطلعه قدام الناس. وده اللي حصل في جنة عدن مظبوط. فانفتحت عيونهما لما غلطوا وعلم انهما عريانين واتكسفوا من الشفافيه اللي كانوا فيها وخاطا لانفسهما اوراق طين عشان يصنعوا لانفسهم مآزر. اللي ربنا لما جه زاره قال عبارتين مهمين، قال له سمعت صوتك في الجنه فخشيت الخوف لاني عريان فايه فاختبأت فبستخبى فبدارى فبلبس فبتستر. الخوف والخزي، عريان، الإحساس بالخزي من حاجة ما كانتش قبل كده بتخليني أشعر بالخزي. مرة تانية، الخطية هي العائق الوحيد اللي يمنعنا عن التواصل والشفافية مع الآخرين. عبارة في منتهى الخطورة، معناها لو قلبي نقي هقدر أعيش بشفافية مع شريك حياتي. صح؟ صح ولا غلط؟ احنا بنجد 100 عذر لعدم الشفافية صح؟ وكلها أعذار ايه؟ وهي العذر الحقيقي، السبب الحقيقي لعدم الشفافية هو الخطية. لأن الخطية بتعمل الحاجتين دول، خشيت، عريان، اختبأت، مكسوف. الخطية بتعمل الحاجتين دول بالظبط، بتعمل الخوف
بتعمل الخزي شيم، فبستخبى فبستخبى، فبلبس أقنعة، فبمثل، فببدو بطريقة تانية. النظافة، النقاء الداخلي يخليني لا أنا خايف ولا أنا مكسوف وما عنديش حاجة أخبيها. لما اتكلمنا عن صفات ربنا، لو فاكرين في الدراسة زمان أو بتكلم عن صفات الله، قلنا أن الله حق، الله نور، وليس فيه ظلمة البتة. ليه ربنا ما عندوش حاجة أخبيها؟ لأن كل اللي جواه إيه؟ صلاح وحب ورحمة، ما عندوش حاجة أخبيها، ما عندوش سر. سر الرب اللي خائفيه، عهده لتعليمهم. ربنا عايز يقول لك تعالى جوايا كده وانا اوريك انا مين، انا عايز اعلن لك نفسي، انا عايز اخدك لرحله لاعماق، انا عايز اوريك انا مين، انا مش بخبي عنك نفسي. ليه؟ لاني بحبك، ما عنديش حاجه ايه اخبيها. لو اللي جوايا حب حقيقي للطرف الثاني هعيش بشفافيه، لا خوف في الايه، في المحبة. فاكرين لما كنا بنقولها في شفاء النفس، المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، الخوف له عذاب. الخوف بينتج من إن أنا غلطان، فأنا خايف، فأنا خايف وعندي خزي وعندي شيم، فبستخبى، بستخبى من شريك حياتي. دي إيه العيشة دي؟ ده إيه العيشة الزفت دي؟ واضحة؟ عشان كده العلاج بسيط قوي. العلاج عشان أعيش الشفافية إني لما أغلط أعترف، أعترف. صعب قوي على الرجالة لما يغلطوا يقولوا أنا غلطان وسوري، صح؟ يعني نقول الحكاية دي كرجالة، يعني صعب علينا الحكاية دي قوي، وهنقولها كتير قوي الحكاية ديت. والراجل لما يغلط في حق مراته وبدل ما يقول لها سوري يجيب لها وردة فتبص فيها تقول له عايز تقول إيه؟ افهمي بقى اللي انت عايزه تفهميه، يعني ما تقول سوري، ما تقول، ما يبرش حاجه، مش هيقلل من رجولتك خالص انك لما تغلط تقول انا غلطت انا اسف. ايه؟ او يبعت لها مسج يقول لها ايه؟ سوري. طب كويس، ما هو قال، لكن مش قادر يقولها كده وجها لوجه، رجولته انكسرت، صح كده؟ ما يقدرش. يعني اسهل طريقه لما تغلط انك تقول انا غلطان سامحيني. أسهل طريقة لما حد يغلط في حقك إنك تسامحه. فأنا بالطريقة دي هحتفظ بالإزاز بتاعي من ناحيتي نظيف، لما بغلط بعترف واعتذر، ولما حد يغلط في حقي بروح مسحها، فإزازي ماله نظيف. أنت عملت نفس الحكاية، غلطت اعتذرت، أنا غلطت في حقك أنت سامحتني، إزازك إيه؟ نظيف. فالإزاز بقى من الناحية دي نظيف، من ناحيتي ومن ناحيتك نظيف، يبقى الشفافية ايه؟ شغالة. بس أنا بغلط ما بعتذرش، بقع. أنت بتغلط أنا ما بسامحش، بقع، صح كده؟ فبقع من عندي وبقع من عندك وبقع من بتاعتي على بتاعتك، تبقى طين. تبقى ايه في الآخر؟ تبقى طين. وتبقى حيطة من طين. ونبقى عايشين اتنين مش واحد. مفروض يبقى في خناق في الموضوع ده الحقيقه. يعني اوعوا تعدوها كده. يعني انا عندي 100 سؤال في اللي انا قلته دوت، فمش عارف انتوا عندكم اسئله في قضيه الشفافيه دي. ايوه اتفضل حضرتك. ايوه اتفضل. بخصوص الاعتذار او ان انا اعترف للقدام ان انا غلطت، ده مبدئيا مننا كرجاله، معرفش انا شايفه فيا شخصيا بيحصل. يعني انا ما بعملش حاجه يمكن غير ان انا بعتذر. انت ما بتغلطش اصلا عشان تعتذر؟ لا بغلط طبعا، لا الحمد لله. اوكي، بغلط وبغلط كتير وبعتذر، بس الفكره في انه بلاقي انه في اوقات كتير قوي الاعتذار ده ما بيتقدرش، والمصالحه بتاخد وقت، ومره واثنين وثلاثه، فابتدى مثلا بحس انه اوقات انه ما بقتش اعتذر بالظبط، بحس انه خلاص يعني ادم هو ما بيتقدرش، طب ليه اعتذر؟ طبعا ده ما بيحلش الموقف، يعني ده بالعكس ده بيزود الطينه بله زي ما بيقولوا، فدي مشكله. صح، يعني نقف عندها. عندك تعليق؟ اتفضل. هتردي انت؟ الله يخليك، حد يرد نيابه عني. ايوه دافع عني في عرض. مش هقدر اعمل كده. ايوه.
انا عايزه اقول انه الاعتذار لازم يكون معاه وعد بعدم التكرار. يعني انا هقبل الاعتذار بس يعني علشان اقبله وابقى انا من جوايا راضيه لازم احس او الطرف اللي قدامي يحسسني انه فعلا هو بيعتذر لانه مش هيكرر ده تاني. كويس. ايه طب هي جزء بقى يقول حاجه. ايوه انا ابتديتوا تلعبوا معانا. ايوه اتفضل العب. ايوه نيفين بتنبسط قوي لما بغلط. ليه؟ عشان بتعور في الهديه. عشان ايه؟ بتعور في الهديه. بتتعور في الهدية. لأن أنت عندك الاعتذار. أنا عندي مشكلة كبيرة. أيوة. بعترف بيها أن أنا ما بعرفش أقول سوري لنفين كتير. وكتير دي يمكن يعني كتير. أنت فما بعرفش أقول سوري. فالسوري عندك هدية. أو أيوة. بحاول ألطف الأمور. بأي طريقة. بس سوري صعب. ليه صعب بتقول سوري؟ بابا قال لك ما تقول. المشكلة أن أنا يمكن اقدر اكون بقول سوري لحد بره. ومراتك لا؟ لا مش مراتي لا. يعني طب ابنك؟ لا انا بقول سوري. انا بقول سوري. ليه ابنك بتقول له سوري؟ انا بقول سوري عامه بس لا يعني. لا ابنك بتقول له سوري؟ بسهوله. لو غلطت في حق ابنك بتقول له سوري؟ نيفين ايوه. يعني يمكن عندنا يعني يمكن حاجه غريبه شويه انا ببررها لنفسي مش عارف احساس مظبوط مش عارف بس اللي انا حاسه جوايا اللي انا مقتنع بيه انه نيفين اغلى من اقولها سوري. مش اغلى لا اكبر. هي لو اغلى المفروض اقولها سوري. ما هي سوري. ايوه امال ايه؟ طيب اشرح لنا. ده انت حكمه كبيره قوي. قول لنا بقى. ايوه المفروض ان هي تفهمي لوحديها ان انا سوري. ان انا سوري. هي تفهم سوري لوحدها. مش ما هي مفروض من كتر ما فهماني تفهم ان انا متاسف. بس ده غلط. بس ده غلط. طب هو عنده رد عليها. ايوه انا بس كنت عايز اقول حاجه قبل ما ارد. هو انه انا ليه بقول سوري اساسا عشان أيوة. برضو افسر سوري دي ليه. انا بقولها لسببين يمكن واحد فيهم قبل التاني ومش الالطف. بقولها لانه عارف انه لما بقولش سوري بيبقى الستاره السوداء بتنزل وبنقضي ايام مش لطيفه. للامانه. وتاني حاجه كويس. انا عايزين نتخانق. احنا قاعدين ساكتين من الاول. اتفضل. وتاني حاجه كويس احنا بايتين هنا. ايوه. وتاني حاجه طبعا لانه يعني لما برجع بفكر بحس ان انا فعلا غلطت وهي متضايقه فحقي عليها ان انا اعتذر لها. لكن السبب الاولاني لانه عشان ما اقضيش برضو ايام مش الطف حاجه. ردك بقى عليها. انت كنت عايز ترد عليها. تفكريني لما قالت ان بقبل الاعتذار لو في وعد بعدم التكرار. انا كنت عايز اقول طيب ما هو محتمل يتكرر. يعني محتمل ده يتكرر. ما اقدرش اي كانت جارانتي ان انا مش هعمل كده تاني خالص. ممكن يكرر مره واثنين وعشره ومنها برضو اكيد يحصل كده. ما حدش فينا بيرفكت. فلو تكرر هنعمل ايه؟ عندها راي. اتفضلي بالنيابه عنك. اتفضلي. هو ممكن هتاخدوا حق بعض يعني. اتفضلي. ممكن يتقال لي انه انا مش عارف اعمل كده ومع الوقت هحاول ابطله. هقبل الاعتذار. يعني يتقال انه فعلا الموضوع ده ممكن يتكرر بس انا هحاول ابطله. ففي اللحظه دي هقبل الاعتذار. ايوه انت كان عندك حاجه بقى. ايوه جاي لكم. احنا شبكنا. انا عندي. لا اتفضلي هنا. طيب انا عندي الستاره السوداء. لا بعيد عن الستاره السوداء. الاعتذار لما بيبقى زي ما نيفين قالت انه انا هحاول اعمل كده يعني مش ما اعملش كده تاني فاين. غير لما يتقال الاعتذار. يعني هي حسب طريقه الاعتذار نفسه. اول اعتذار لما يجي يتقال على فكره ما بعملش كده كتير مع انه هو مثلا نفس الحاجه مثلا بتتكرر او حصلت كذا مره. ففي فرق بين نوعيه وطريقه الاعتذار كمان. اوكي طب ننقل الكره الناحيه الثانيه عشان الناحيه الثانيه في كام ايد هنا مرفوعه هنا. وايد اتفضل حضرتك. اتفضل. ايوه انا حاسس ان يعني من كلامهم هما الاثنين هو ما لكوش دعوه بالخناقه دي صح؟ لا لينا دعوه. ما انا قاصد برضو يعني أيوة. انا بحس ان يعني الستات بيصدقوا ان الراجل يجي يعترف بغلطه فيمسكوا عليه الغلطه. ايوه فنبقى فاضلين طول الوقت حاسين ان يعني انت غلطت. انت غلطت. ادفع بقى يا راجل. فاحنا بسبب دوت مش بنرضى نعتذر. مش بنرضى. ما نديهمش الفرصه. لا ما نديهمش فرصه. Ha 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 ha!
أيوة إيه عندك سؤال؟ تفضلي سؤال ولا رد؟ هو ده ترد عليك كده؟ أنت موافقة؟ لا في الجزء اللي بيتكلموا فيه يعني موضوع ان انا اعتذر والغلط ما يتكررش تاني. في اوقات كتير قوي بعتذر تمام وبعدين الطرف اللي معايا بيقبل اول مره، لو الغلط اتكرر مره واثنين وثلاثه واربعه مش بيقبل، مش بيحس انه هنتغير امتى بقى يعني. وانا كمان بوصل لحته هو انا امتى هخلص من الحته دي، ما انا كل مره بغلط. ده سؤال اعمل في نفسي ايه بقى، لانه انا بلوم نفسي عشان عايزه ارضي الطرف التاني. اعتذرت اول مره فنفسي ما اكررش الحاجه دي تاني، فبلاقيها بتتكرر غصب عني. ايوه عندي سؤال. ايوه عندي رد صغير بس على اللي كان رامي بيقوله، انه لما الشخص التاني بيقول لي سوري، طب ما انا ممكن يبقى عندي احساس ان هو سوري عشان نعدي الموقف وخلاص عشان ما نقلبش بقى يعني، ما فيش ستاره سودا تنزل فنقول سوري ونخلص من الموقف. ايه اللي بعد كده انا المفروض اعمل ايه لو انا قبلت وابتدى يتكرر تاني وتالت وعاشر وعشرين في نفس النقطه؟ ايه اللي بتقوله؟ نعمل ايه؟ نعمل في نفسي بقى. ايه طيب في هنا تاني يعني، ولا تحب اجاوب؟ تحب اجاوب ولا نكمل اسئله؟ ايه في الاخر؟ كويس قوي، اتفضل. هو انا ردي على النقاش ده انه انا بحاول ما اغلطش، بس بغلط ويعني وبالخبره بغلط مره واثنين وثلاثه وبكرر. فانا عايز ايه؟ انا عايز يتسامح لي وانا سامح، هو ده اللي انا عايزه. اللي عايزه بما ان انا هغلط غصب عني فعايز اللي قدامي يسامحني، فانا بالتالي انا برضو هفضل اسامح لان انا عارف انه ممكن يكون غصب عنه. ده الحل في رايي انا، انه افضل اسامح. طيب كان في حاجه هنا، كان في خناقه هنا. ايوه لا عايزه اقول يعني الاعتذار لما اجي اعتذر بس مرميش اللوم على اللي قدامي، اصل انت أيوة. السبب يعني هي دي اكتر مشكله، انه اصل انا عملت كده اصل بس انت اللي استفزتني. فهي انا اعتقد انه يعني هو ده يعني الاعتذار من ناحيتين، انا مرميش اللوم على اللي قدامي انه اصل انت المشكله او المشكله كانت السبب فيك انت. لازم اقول انا غلطانه، انا في رايي يعني اقول انا غلطانه، وكمان اللي قدامي لازم يكون عنده الرد الفعل اللي يساعدني انه يشجعني يساعدني انه انا غلطت معلش طب يعني فاهم اللي هي من الطرفين يعني. طيب في تعليق تاني هنا كمان. ايوه بحس المشكله دي شويه فيها مشكله عدم قبول ان الشخص التاني مختلف، معرفش انا شايفها كده يعني. المشكله انه مثلا انه حد طرف من الطرفين يقول سوري وبعدين ما بتتقبلش بسهوله، فلان انا مش قادر اقبل انه يعني ان انت مختلف عني وبتفكر بطريقه مختلفه عني، وان ده وازاي ده مش بيزعلك ازاي يعني، ازاي انت تعمل حاجه زي كده؟ طب ما هو انا مش عارف ان ده بيزعلك، او حتى لو انا عارفه ثقافتي وتربيتي عمرها ما علمتني ان ده يزعل. فانا بحس ان المشكله في مشكله عدم قبول، مش عارف صح ولا. طيب مفاجاه ان احنا هناخد قدام شويه دراسه كامله عن موضوع الاعتذار ده. فده كده مقدمه هنا صغيره، قلنا موضوع الاعتذار وهنتكلم عن الاعتذار، هنتكلم عن العتاب، هنتكلم عن الغفران. طبعا خدناهم قبل كده كتير في عبر المدرسه ديت، بس هنقولهم بقى في الجواز عشان في الجواز ليهم وضع ايه تاني، لان في الجواز الاخطاء بتتكرر ايه كتير. هنتعامل ازاي مع تكرار الغلط، وده اغلب اللي بنقوله مش كده. هنتعامل مع ازاي الحكايه دي ازاي، ايه اللي يريح الشخص، ايه اللي يخليني اقبل الاعتذار، ايه اللي ما يخلينيش اقبله لما بيتكرر، ايه التعامل مع الحكايه دي واعملها ازاي. ما لما بسامحك بتكرر، طب لو ما سامحتوش مش هيكرر، ده هيكرر اكتر. فالعلاج ازاي الحكايه ديت، سامحونا ان هناخدها بالتفصيل قدام في مكانها، بس احنا دلوقتي عايزين نتفق على مبدأ الايه الشفافية، وان اللي بيعوق الشفافية هي الايه، هي الخطايا مش الاخطاء، الخطايا اللي بعملها في حق ربنا، الحاجات الغلط اللي في حياتي دي اللي بتخلي عندي خزي وخوف اني اشارك
حتى الحاجات اللي مش خطايا. خدت بالكم من الحكايه ديت؟ يعني ادم وحواء غلطوش في حق بعض، غلطوا في حق مين؟ غلطوا في حق ربنا. فعلاقتهم ببعض بقت فيها ايه؟ لبسوا ولبسوا اقنعه، وابتدى تبقى الشفافيه اللي بينهم من بعض راحت لما غلطوا في حق مين؟ ربنا. طول ما انا وربنا صافي، وطول ما انا قلبي بالحقيقه نقي من نحو الله ومن نحو الناس، كل ما قدرتي اني ابقى شفاف في علاقتي مع شريك حياتي هتبقى حقيقيه، لان ما عنديش خوف وما عنديش ايه؟ خزي. No fear and no shame. الخزي والخوف هما اللي بيخليني استخبى حتى من شريك حياتي اللي مش غلطان في حقه. خدت بالكم من الحكايه ديت؟ احنا عايزين نتفق على حكايه الشفافيه ديت. ده مبدا حقيقي ومطلوب في الزواج ولا مش مطلوب؟ ومن حقي اخبي مشاعري والامي واوجاعي وافكاري وحاجتي وفلوسي وحاجات تانيه كتير قوي عن شريك حياتي، ولا ده هيدمر العلاقه وهيبني حواجز، والوحده اللي اتكلمنا عنها من حلقه واحده هتختفي وهنتحول الى اتنين موجودين بينا حيطه حقيقيه. انا عايز اتخانق معاكم في الحكايه ديت، لكن العلاج بتاعها اللي هو الاعتراف وطلب الغفران والغفران ده هنتكلم عنه قدام بتفصيل شديد. ليه بقبل وليه ما بقبلش؟ ليه بغفر وليه ما بغفرش؟ ليه بعتذر وليه ما بعتذرش؟ ازاي اعتذر الاعتذار اللي يريح اللي قدام؟ انتوا جاوبتوا حاجات كتير قوي، منها مثلا اللي اتقال هنا ان لو قلت لك انا اسف اني عملت كده بس بصراحه انت اللي استفزتني، الاعتذار كده ايه؟ غير مقبول. انا غلطت وما وعدكش اني هبطل، اعتذار غير مقبول، مش كده؟ فيعني في حاجات تفرق قوي. ازاي هعتذر؟ ازاي هقنع اللي قدامي اني بحبك ومتضايق اني جرحتك وجاي طيب خاطرك؟ صح، دي الرساله. اذا وصلت الاعتذار هيتقبل. فالمهم الرساله، مش مهم سوري خلاص بقى، سوري خلاص فكيها بقى، فكيها، صح؟ ده مش اعتذار، ده رفع للستاير، ده رفع للستاير، مش كده؟ فايه هو الاعتذار؟ ايه هو الاعتذار؟ اني وصلت للي قدامي ايه؟ هو ده، لان اللي بوصله هو اللي بيتقبل او ايه؟ او بيترفض، صح كده؟ ايه هو الغفران؟ سامحتك المره دي، ده مش غفران. حفوتها المره دي، ده مش غفران، ده ما سامحتنيش. البقعه لسه ايه؟ لا موجوده، بقعه لسه موجوده. فايه هو الاعتذار؟ ايه هو الغفران اللي يخلي الشفافيه موجوده؟ سامحونا هندرسها بتفصيل قدام، بس ده نوع من المقبلات، يعني عشان بس ايه نخش في الموضوع. عايز اتاكد مره ثانيه ان مبدا الشفافيه مقبول. في سؤال في الشفافيه؟ ايوه سؤال هناك، اتخانق معايا في الشفافيه من فضلك، لان الشفافيه دي ناس كتير قوي غير مقتنعه بيها اصلا. ايوه اتفضل. بالنسبة لمبدأ الشفافية، أيوة، في بعض الأمور المعينة اللي أنا بحس أن أنا لو كنت شفاف فيها وقلتها لمراتي هتضايقها أكتر وهتعمل مشاكل أكتر. زي إيه؟ زي مثلا لو أنا عكست واحدة بنت، أيوة، فما أقدرش أروح أقول لها أنا عكست البنت دي لأن دي حاجة هتضايقها أكتر، فأفضل أن أنا ما أقولهاش أن أنا غلطت. صح، إيه رأيك؟ طب لو كانت أعمق من عكست؟ يعني عكست مش هقول، يعني ده مثل، ده مش حقيقة، من منه بس طالع مش هقول، انا بدي مثل، فالنوع يعني ده ما نقولوش، صح؟ انا ده اللي كنت مستنيه، حد يكسر الموضوع دوت، حد خان مراته يقول لها ولا لا؟ من الاخر كده، مش عاكس، خان، يقول ولا ما يقولش؟ يقول. رايك ما يقولش؟ انا رايي انه ما يقولش، ما يقولش، لان دي هتفتح باب جهنم عليه بقيت عمره. هيفضل مزلول. طب عايزين نسمع راي البنات، لو جوزك خانك يقولك ولا لا؟ مايك. لا انا رايي ان هو ما يقولش طبعا، ما يقولش، لان بعد كده يعني دي هتكسر الثقه ما بينهم، مش هتثق فيه تاني خالص، عمرها ما هترجع تثق فيه. يخلص الموضوع بينه وبين نفسه ويروح للقسيس ويخلص الموضوع، هو ربنا بقى، ما هو ربنا منه ربنا. ايوه بس انا يعني لو انا ما قلتش كويس هيفضل ذنب جوايا،
على طول قدام عينيا في علاقتي مع مراتي. وتشترح نفسك تطلع عينيها هي؟ يقول ولا ما يقولش؟ فتحت علينا انت فتحة. يقول ولا ما يقولش؟ عايز اسمع رأي البنات. لو جوزك خانك قالت ما تقولش، يقول؟ نسمع رأيها. يقول؟ انا رأيي يقول. يقول هتعملي في ايه يا حلوة؟ لا مش هعمل حاجة، على قد ما انا هاخد وقت، يعني هاخد وقت استوعب. هبقى مجروحة قوي ومتضايقة قوي، بس حسب يعني حسب الطريقة اللي هو هيتكلم بيها او حسب الرياكشن اللي هو هيتبعه بعد كده. يعني انا حسيت ان هو فعلا متضايق قوي على الحاجة اللي عملها او مش هيعمل كده تاني بجد، وحسيت ان هو يعني صادق قوي في الكلام اللي بيقوله. ما مش كان اريح ما يقولكيش لا يعني. ما انا هبقى حاسة بقى، ما انا هبقى حاسة انه في حاجة، في حاجة. طب لو انت مش حاسة يقولك؟ ما اعتقدش ان هبقى مش حاسة خالص. يعني ايه اللي بقى ده؟ هو بروفيشنال يعني. هو بروفيشنال انا في ان هو الحمد لله جوزك مش بروفيشنال، لكن يعني لو هو لا يبقى مبين لي يعني ابقى عارف. ايه رايكم؟ ايوه نسمع عن راي. وبعدين عايز اسمع بقى راي الرجاله. لو مراتك خانتك تقول لك ولا لا؟ عايز اسمع. لا ايوه لا، انا افضل ان هو ما يقولش. ايوه لانه انا واجهت موقف، بس مش شخصيا، بس حد اعرفه يعني، ويعني دمر البيت بسبب ان هو قال وطول الوقت شك شك شك. فانا رايي انه ما ينفعش يقول. ما يقولش. رايك ايه؟ انا رايي انه يقول. ايوه لانه يعني مجرد بس انه انا كسرت حاجه زي كده وبخبيها وبحتفظ بيها لنفسي هيبقى سهل اعملها تاني. اسهل حاجه، لكن اني اقولها في نفس الوقت امشي سكه، وهتبقى الحته اللي ببقى حقيقي فيها انه بمشي الحتة اللي بتوجع انه انا عملت كده ووجعت اللي قصادي في العلاقة، ويمكن ده يشفيني. لكن لو انا خبيت كأنه ما فيش حاجة حصلت وهروح اقول لابونا، طب ما يعني ايه اللي انا عملته؟ ايه المجهود اللي عملته عشان خاطر اللي قصادي والكسر الكبير اللي حصل؟ طب نسمع العكس. احنا في بعض البنات رأيهم ما يقوليش، يخلص الموضوع مع ربنا ومع ابونا. ايه؟ وفي رأيي يقول، لأن ده هيساعده ما يعملش كده تاني، وهنتحمل احنا الألم ونمشي المشوار، بس يبقى فيه شفافية. كويس؟ أنا عايز، فرأيي بيقول ما يقولش لأنه حرام عليه يطلع عينيا عشان خاطر هو يستريح. في رأيي لا يقول وندفع الثمن مع بعض، بس نحتفظ بالشفافية. صح كده؟ ففي رأيين مرسيناش على حل. أنا عايز لو العكس، أسمع الرجالة. لو مراتك خانتك تقول لك ولا لا؟ طبعا حكايه عكست بقى دي تبقى لعب عيال. لا يعني احنا بنتكلم يعني لغايه فين الشفافيه. فلو مراتك تقول لك ولا لا، رايك ايه؟ السؤال صعب جدا. أيوة. ان انا كرامتي وجعاني قوي ان انا اسمع منها الاعتراف بتاعها، واحاول ان انا احافظ على جوازي. وفي نفس الوقت اجي اقول ما تقوليش، حاسس ان انا هبقى مخدوع خدعه عمري. وما يعني ف ما عندكش اجابه؟ ما عنديش حاجه، لان خايف، لان بين ان انا هحافظ على جوازي نارين اني نار فيهم اكتر. مش ايوه وانا يعني هفكر في الموضوع من ناحيتين، ما اعرفش اني فيهم اللي هتغلب الثانيه بصراحه، بس هفكر ان هي احترمتني وجات قالت، ودي حاجه صعبه جدا عليها. وافكر من الناحيه الثانيه في الحته برضه حضرتك كنت تقول فيها انه دي حاجه صعبه. لا مش بالسهوله دي. يعني هعتبر حاجتين، هعتبر انه الموقف صعب جدا ودي خيانه، واعتبر برضو انها اعترفت وقالت وقدرت انها تقول كانت ممكن تخفي كده وتمشي الموضوع. فدي حاجه تتحسب لها انها قالت، دي حاجه كبيره قوي. زي ما الموضوع الثاني كبير، فدي حاجه برضو كبيره قوي. يعني انت مع ولا لا؟ مع انها تقول بجد. ايوه مجرد ان انا بفكر ان انا جاوب على السؤال. أيوة. قلبي بينبض جامد. مجرد وانا بفكر، بس انا بفكر لها بطريقه مختلفه شويه. يعني لو انا كراجل او هي كبنت، العلاقه اللي بيننا عهد مع الله، وحد فينا كسر العلاقه اللي فيها عهد الله ماضي عليها، اللي مش هينفع ترجع من غير ما يكون التلاتة عارفين، فيبقى لازم التلاتة عارفين. لو أنا كسرت أو هي كسرت، لازم التاني اللي يسامحه علشان يقدر يرجع العلاقة
مع الله تاني. لو أنا حسيت عن نفسي إن أنا كسرت العلاقة دي عشان أرجعها مع نفين أروح أعترف بس، أنا صلحت العلاقة بيني وبين ربنا وبلصم العلاقة اللي بيني وبين نفين، وبالتالي هي كمان. فالأسهل قوي إن أنا أحاول إن أنا ما أعملش كده، بس أنا مع إنه الاتنين لازم يقولوا. نقطع العرق ونسيح دمه. ايوه، لا احنا عايزين نسمع راي الرجاله ولا راي الرجال. ايوه اطلقها. مش بس اطلقها. لا لا انا ما يعني ما. اصل الشنب ده يعني حاسم وقاطع. رايك ايه؟ رأي المصارحة، وزي ما قال شادي إن العلاقة مبنية بيني وبين ربنا وبين شريكة حياتي. لو اتصلحت بيني وبين ربنا يبقى أنا إن أنا أروح أعترف باللي أنا عملته دوت، يبقى أنا صلحت علاقتي مع الله. إنما ال- ال- الطرف ال- الشريك التاني ده ما عملش معاه حاجة، فإحنا إزاي نبقى شركة وإزاي نبقى شركة 100%؟ يعني أنت رأيك تقول لك أقول قضية صعبة قوي صح؟ تعرفين الخيانات الزوجية بقت كتير قوي وكلها في السر. الزواج اتشوه قوي، قيمه الرئيسية فقدت، بقى عقد أبعد ما يكون عن الصورة الأصلية للعهد، وعشان كده هو مش ناجح، وعشان كده هو مش مشبع، وعشان كده السعادة خرجت منه، لأن أنا مش مديله مكانته وحقه، مش قابله بشروطه، قابله بشروطي أو بشروط المجتمع اللي أنا عايش فيه. فأنا شوهته، ده جنين اتشوه، ده طفل معوق، بس أنا في إيدي أصلحه لو قبلته على حقيقته. لو أنا عارف إن العلاقة دي فيها شفافية واي حاجه هعملها هروح اقول لمراتي هعمل، بس لو انا عارف اني مش هقول لها هي هبقى سهل اعمل. لو اتفقنا على الشفافيه من قبل ما اعمل ده هيحميني من انا ايه، لو اتفقنا انه لو خنتها ما تقولهاش مصيبه. خدت بالكم من خطوره ان المبدا مش موجود؟ حفاظا على مشاعرها، ما حفاظا على مشاعرها ما تعملش البلوى دي اصلا لو انت بتحبها. لو اتفقنا على ان هي شفافيه وان احنا عريانين قدام بعض وان اللي جوايا مقروء منها واللي جوايا مقروء مني، وده من الاول اتبنى الجواز على الاساس الصح ده، ان دي اولويه وان ده عهد وان دي شفافيه، هجرؤ اني اعمل حاجه زي كده تخليني في يوم الايام اقف موقف مهبب على عينه قدام شريك حياتي وانا حاسس اني انا مش فار، ده انا حاسس اني مش لاقي كلمه. بس لما شلنا الشفافيه بقى من حقي اغلط لاني مش هقول واصلح مع ربنا، والمعاكسه تبقى علاقه عاطفيه، والعلاقة العاطفية تتحول إلى علاقة تانية صح؟ لأن أنا عايش في الضلمة. بس لو أنا عايش في النور مع شريك حياتي حاجات من دي مش هتحصل من الأول إيه؟ خالص. جزء كبير جدا من الـ 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 الأخطاء ديت بتنتج نتيجة إن العلاقة مش مشبعة مش كده؟ فبدور على شبع إيه؟ برا. هي ليه العلاقة مش مشبعة؟ لأن أصلا ما فيهاش إيه؟ شفافية ولا حميمية. لو العلاقة صحيحة من الأول أنا أصلا هعمل كده، أنا أصلا مش هعمل كده. فهمتوني بقول إيه؟ لو أنا شبعان النفس الشبعانة تدوس الإيه؟ العسل، والنفس الجعانة كل مر حلو. فلو انا من الاول الجواز بتاعي زي ما بيقول الكتالوج
الكتالوج، مش هنروح الحتة دي أصلا، مش هنسأل السؤال المهبب اللي احنا بنسأله ده. مظبوط ولا أنا غلطان؟ عزيزي المشاهد أحبائي أشكركم عشان الحوار الجميل دوت والصراحة ديت والصدق ده في التعبير. احنا بنقول يا هادي في الدراسة ديت، احنا بنتجسس خطواتنا نحو هذه الرحلة الجميلة لاكتشاف السعادة الزوجية زي ما كتبها هذا الكتاب المقدس. إلى أن نلتقي، يحفظك الرب تلميذ للمسيح، آمين. مجد المسيح. في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد عايز أشجعك أنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv، هتجد كل الحلقات موجودة، وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة، تقدر تتفرج عليها ستريمينج، تقدر تلاقيها وورد، تقدر تلاقيها تشيت عشان تحل وتبعته لينا مرة تانية، تقدر تلاقيها PDF، تقدر تلاقيها PowerPoint، أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون MP3 عشان تقدر تسمعها، أو تكون للآيبود بتاعك، أو تكون للآيفون بتاعك، أو تكون كمان ويندو ميديا بلاير. والسي دي هات، الدي في دي هات هاي كواليتي، موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن، فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك. إلى أن نلتقي، ربنا